بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنيسة مستمرة في شهر بابا، في أحد شهر بابا تكلمنا عن بدايات لشخصيات بدأت تتلامس بعمق مع المسيح وتترك كل شيء وتتبعه. النهاردة الحد الثاني من بابا في معجزة صيد السمك الكثير من لوقا 5، ودي كانت بداية قوية جدا بالنسبة لسمعان بطرس وبالنسبة ليوحنا ويعقوب. المعجزة زي ما الإنجيل وصفها لنا دلوقتي إنه هما صيادين، وإحنا عارفين إن الناس دول شغلهم كله بالليل، ينزلوا الساعة 10 بالليل مثلا ويبتدوا يفردوا الشبك في البحر، في النهر يعني، أو في البحيرة المية العذبة، ويلفوا حواليه كده بالمركب، يخبطوا على المركب بخشبة كده علشان خاطر السمك بيهرب من الصوت ويهرب من الضوء، السمك النيلي كده أو السمك بتاع المية العذبة يعني، ودي كانت بحيرة مية عذبة، فالسمك يهرب من الصوت يوم يدخل في الشبكة اللي هم فردينها شوية ويلموها ويفردوها في حتة تانية، يقعدوا طول الليل على كده. دي طريقة الصيد. يمكن أنا عشان عشت شوية في المناطق زي كده وكان قدام النيل لسنين طويلة، فكان دايما بالليل إحنا سمعين صوت الطبل على بالخشبة على المركب الصغيرة القارب بتاع الصيد، ويخلصوا كده على الساعة 5 الفجر تقريبا يكونوا خلاص استووا اللي جابوه يلموه ويطلعوا بيه. ولكن السيد المسيح لقطهم الصبح وهم طالعين بيطلعوا يغسلوا الشبك ويجهزوا ويركنوا المركب ويروحوا يبيعوا الصيد بتاعهم. هم ما كانوش يصطادوا ولا سمك، فطلعوا يغسلوا الشبك وقاعدين على المركب بيظبطوا كل حاجة علشان السرحة التانية بتاعت الليلة اللي جاية، ومعد راحتهم بقى هيروحوا يريحوا. السيد المسيح قال له ممكن استلف المركب بتاعتك. دي دايما البداية، ان المسيح يبدو كمن هو محتاج لينا مع ان احنا اللي محتاجين ليه، لكن هو عايز يعمل علاقة معانا. فيعمل ايه؟ يقولك ممكن تديني اشرب يا فلانة، ممكن تسلفني المركب بتاعتك. يا رب المركب بتاعتي وكل اللي عندي ما انت اللي عطيهوني، ما هي حاجتك يا رب. لا، يستأذن كده ويقول له ممكن تسلفني المركب نستعملها علشان اقدر اشوف الناس كلها واوعظ. فقال له اتفضل. قال له طب ابعد للعمق كده شوية عشان يبقى مجال الرؤية بتاعي واضح والناس شايفاني واتكلم معاهم. واضح هنا ان بطرس كان مع المسيح في المركب، مش عارف، انا بتخيل ان هو كان بينام يعني وهو قاعد، وبتهيألي برضو ان هو سمع شوية من الكلام الحلو للمسيح قاله، لكن ده معاد نومه. والسيد المسيح لما بيلاقي حد كده عنده استعداد يتجاوب معاه بيديله غنى وخير في الآخر يفوق الوصف. يبدو أنه هو بياخد، لكن الحقيقة هو بيبتدي ياخد الإنسان بس معاه في صف، وبعدين يقول له تعالى بقى مادام أنت عطيتني أنا هديك بسخاء بسخاء، وهبين لك أن أنا مش محتاج لكوب الماء ده، أنا هديك أنهار ماء حي، زي ما عمل مع السامرية، زي ما بيعمل دلوقتي مع بطرس. بعد ما خلص العظة أنا بيتهيألي بطرس خلاص مستهلك، قال له لا، أنا دايما أدي للإنسان لما يكمل معايا للميل الثاني. الميل الأول خلص، خلصت الوعظة، الميل الثاني ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. يا رب احنا لسه منظفين الشبك وموضبينه ومطبقينه
والشبك لازم له طريقة معينة كده علشان يتسلك ويتنظف، ما يتسبش فيه الزفارة أو الأعشاب اللي بتبقى طلعت فيه، علشان ما يتبهدلش ويعيش معاها. احنا ما صدقنا لما نادي بتاخد مجهود، هنفرده تاني ونرقيه للصيد واحنا مستهلكين. البركة كلها جوه الميل التاني ده. ساعات الإنسان يستكتر يدي، يستكتر يتعب، يقول لك كفاية الميل الأول، كفاية كفاية تعبت. طب كمل مع المسيح للميل التاني وشوف. انت مش متصور الخير اللي منتظرك، مش متصور قد ايه في خير موجود. ساعات الإنسان يبقى فيه عوائق كده تعوقه عن الدخول إلى العمق. الاستسهال، عايز يخلص، والتسرع اللي بيقود إلى السطحية. فالإنسان يقول لك مفيش داعي للكلام ده، إيه الكلام الكبير ده، خلينا كده يعني ناخد الأمور من على الوش كده. أو لو الإنسان ضعيف في الإيمان، مش عارف ماذا ينتظره في العمق، عايز ياخد كده حاجة من بره وخلاص، لا، ده في العمق فيه خير عظيم. ما تفتح إنجيلك وتقرأ وتدخل للعمق وتنسى نفسك ساعة واتنين وانت عمال تخطط وتقرأ وتفهم فكر الله، تتمتع بأعمال محبته المشروع عليك في الإنجيل، وتقول له يا رب يعني أنت عايز تعمل معايا كده، يعني أنت الكلام ده يا رب بتوجهه لي أنا، يعني كل الحب ده لي أنا، أنا ما كنتش أعرف الكلام ده، ما كنتش تعرف لأنك كنت عايش في سطحية. فرق كبير. عايزكم تتفرجوا على منظر بطرس وهو كان بيصطاد من على السطح ومركبته فاضية وحالته بؤس، وبعد ما دخل للعمق الفرق شكله ايه بقى. بيقول في النص بتاع الانجيل الكلام، امسكوا سمكا كثيرا جدا. اثنين، الشبكة كادت تتخرق. ثلاثة، ملأوا سفينتين. اربعة، كادتا تغرقان. ايه ده ايه ده، كل ده دي بركات العمق للي يجي القداس من بدري ويدخل للعمق في كل قراءة بيسمعها وفي كل صلوة وكل كلمة في الصلاة بيرفع قلبه. تفرق كتير. مش كل الناس بتطلع بصيد زي بعضها، في ناس بتكتفي بالسطحية، جم حضروا سمعوا شوية ومشوا، سمعوا كلمتين وحينساهم كمان شوية، في واحد خباهم في قلبه ودخل للعمق وفكر في كل كلمة سمعها ودخلها لعمق قلبه علشان تقوي إرادته علشان تشبعه. فرق كبير. أيضا من ضمن الحاجات اللي تخلي الإنسان أو تعوق تقدمه للعمق، محبة الراحة والكسل وعدم الصبر. دي أمور خطيرة لازم نواجهها في حياتنا، ما نستسلمش ليها، لأنها هتعوق تقدمنا للعمق وهتعوق بركات ربنا اللي نفسه يديها لنا. العلاج لكل ده، لكل اللي بيحاربنا ده في الدخول إلى العمق، هو على كلمتك. على كلمتك همشي، على كلمتك هتحرك، على كلمتك هتصرف، اللي تقول لي عليه همشي وراه. طب يا رب الكلمة اللي انت بتقولها دي مش باين وراها ايه؟ انت ما وعدتوش بصيد سمك كتير، انت بتقول له ادخل الى العمق والقوا شباككم للصيد. طب ما احنا تعبنا ليه كله ولم نصطاد شيئا؟ السمك بعيد عن معاكسنا الليلة دي، وبعدين في النهار مفيش معاد صيد، تعرفين النور الجامد يخلي السمك ينزل للأعماق خالص، والشبكة ما بتنزلش للأعماق، الشبكة بتبقى في المترين السطحيين من البحر، فمفيش سمك أبدا في الوقت ده خالص. ولكن على كلمتك، على كلمتك
هو ده الإيمان. الإيمان مش إن احنا نقعد نحكي شوية معجزات وفلان عمل والقديس الفلاني عمل كويس، طبعا القديسين بيعملوا معنا معجزات، لكن الإيمان هو إن أنا أسير بحسب كلام الله. الإيمان هو إن أنا أمشي على ضوء كلمة ربنا دون أن أكون في حاجة قدامي شايفها ملموسة. زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وبطرس كان شايف هيصطاد إيه؟ لا كان شايف سمك، والظواهر كلها بتقول لا ده معاد الصيد ولا ده مكان الصيد، لا الزمان مناسب ولا المكان مناسب، ومع ذلك الإيمان هو أن أنا أطيع وصية ربنا وأقول له رب على كلمتك. صحيح فيها تعب، صحيح هبتدي أعمل مجهود من جديد وأفرد الشبك من جديد ومش في وقت صيد، ومع ذلك حسير بالإيمان على كلمتك، ألقي الشبك على كلمتك أسير. أنت بتقول يا رب ما تنتقمش لنفسك، طب يا رب أنا هعمل حسب كلامك، وأنا واثق يا رب أنك أنت اللي هتجيب لي حقي، وأنا واثق يا رب أنك أنت اللي هتحفظني من الأشرار، مش هرد على الشر بالشر. أنت بتقول لي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، والدنيا النهاردة كل واحد عايز يفرد نفسه وعايز يظهر وعايز ياخد مكان، والناس بتصارع على أماكن معينة. لا، أنا همشي حسب وصاياك، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، وهاخد المتكأ الأخير تقوم، وأنا واثق يا رب أنك أنت اللي هتكمل وأنت اللي هترفعني. الإنسان اللي يمشي حسب وصية ربنا ويلقي حياته على كلمة ربنا هو ده اللي يتمتع بغنى عمل الله وسخاء عمل الله وعطايا تفوق الوصف. شوفوا زي ما قلت لكم الوصف سمك كثير جدا، الشبكة بتتخرق، مركبة تانية جت تساعدهم واتملت على آخرها، والمركبتين بيغرقوا. حاجة ما حصلتش في تاريخهم ولا في تاريخ الصيد بتاعهم. دي بتوري سخاء ربنا مع الإنسان اللي يمشي معاه بالإيمان. تمشي معاه بالإيمان وتلتزم بوصية المحبة، وتلتزم بوصية الاتضاع، تلتزم بوصية الطهارة قصاد عالم مليان نجاسة من كل ناحية، تلتزم بوصية الوداعة وعدم رد الشر بالشر، وشوف النتيجة. شوف النتيجة، ادخل للعمق في الوصية، ادخل للعمق في الصلاة وشوف النتيجة وشوف الفرح. الصلاة بتاعتنا مش مجرد فرض ميكانيكي بنعمله، احنا الصلاة بتاعتنا دخول للعمق. ادخل مخدعك واغلق بابك وارفع قلبك وصلي لأبيك الذي في الخفاء. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، مش بس في السماء، ده انت بتتمتع بيه بعربون الملكوت ومذاقة الملكوت على الأرض. وكل واحد ده كده بيشهد يقول يا ابونا أنا كنت زمان يعني الإنجيل ده بخطف بس كده من أن لآخر، دلوقتي لما قعدت بدأت أقرأ وأدرس بدأت أتمتع، قلت إيه الغنى ده، أنا كنت تايه عنه فين، بدأت أمسك المزامير لقيتها جميلة وحلوة بتقوي بروتين كده زي الأكل الدسم اللي يرم العظم بالضبط. المزامير تغذي الروح وتشبع الفكر والقلب، تتلامس مع احتياجات القلب، والإنسان يدخل للعمق. مش بيكر كلام، مش مهم عدد المزامير، ده ممكن مزمور واحد يغرز فيه ما يعرفش يطلع، ممكن باراجراف واحد كده من الإنجيل يغرز فيه ما يعرفش يطلع، يقعد نص ساعة وساعة في كلمتين مش عارف يسيبهم، ويقعد يكتب ويقعد يصلي ويدخل للعمق ويتأمل، ويمسك المزمور يصلي مرة واثنين وثلاثة وآية آية، والآية اللي وقف عندها دي يقعد يسجد ويعمل مطانية واثنين وثلاثة في كل حتة
دخل فيها للعمق. احنا مش بنعد كلام. مرة القديس ماري اسحاق قال لنا خبرة كده جميلة، بيقول لو انت وانت بتصلي المزامير اتشتت، اسجد قدام ربنا وقول له انا لم آتي لأعد ألفاظا، بل جئت لأقدم نفسي إليك. عايزين نقدم نفوسنا وندخل للعمق. المنظر العجيب بقى إن بعد ما خدوا الخير ده كله تركوا كل شيء وتابعوه. حاجة عجيبة جدا. معناه إيه الكلام ده؟ كلام مش منطقي. ده لو واحد طبيعي وجاله الخير ده وربنا فتح عليه بصفقة ولا يعني خير كده جاله ورثة ولا حاجة، حاجة كده جات له كده مادية، يبتدي بقى يتشغل ويفكر هيحوش ايه، وهيحط مثلا يشتري ارض ويشتري كذا. واحد زي بطرس ده صياد غلبان يوم بيوم، ويعني على قد ما بيطلع على قد رزقه على باب الله زي ما بيقول، جاله خير بالكمية الهائلة دي، ده هيبيع بقى قد كده. يعني بلاش هقول ان هو كسلان وهيروح يعيش على كمية السمك دي مثلا شهر في البيت من غير ما ينزل يصطاد، بلاش الاختيار ده، عشان احنا عايزين نشجع الناس على العمل. والانسان من غير عمل ما بيحسش ان له قيمة، لكن على الاقل يقول بقى ايه، المركبة دي نخليهم اتنين تلاتة، والشبكة دي نخليها اربع خمس شبكات، واجيب شوية عمال معايا ووسع، ونبتدي بقى ايه نفتح بقى ونعمل اسطول للصيد. لا لا لا، ربنا مش عطينا الخير علشان نغرق فيه، ربنا عطينا الخير عشان يأكد لينا ان هذه كلها تزاد لكم، فاطلبوا اولا ايه ملكوت الله وبره. ما هو يمكن ده الكلام اللي كان المسيح عمال يقوله للناس، يقول لهم اوعوا تطلبوا كما يطلب الأمم ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها الأمور المادية دي تزاد لكم. اوعوا تفكروا بطريقة انه يعني احتياجاتنا ونقعد نطلبها، الله يعلم ما تحتاجونه قبل ان تطلبوا، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. فمعلمنا بطرس الرسول لما شاف الوضع كده قال له يعني انت قادر تديني، وقادر تديني بزيادة، هذه كلها تزاد لكم، قادر تديني بزيادة، طب خلاص انا امشي معاك بقى، ومش هشيل هم من النهاردة. وانا ليه اشيل الهم؟ انا همشي معاك وانا واثق انك انت اللي ترعاني وانت اللي تسدد كل احتياجاتي، وهطلب اولا ملكوت الله وبره. ما ننساش كمان ان السيد المسيح كان عايز يرقيه، قال له ايه رأيك، انا عايزك تصطاد وتبقى صياد بس من نوعية تانية سامية، تجمع نفوس لشبكة الملكوت. مش ملكوت السموات يشبه شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، تجمع معايا للملكوت، ايه رأيك في الترقية دي؟ قال له خلاص يا رب وانا موافق، وانا اسيب شغلة صيد السمك دي، في ناس كتيرة بتمتهنها، لكن انا اشتغل معاك واصطاد نفوس للملكوت واجمع معاك، ولكي يفرح الزارع والحاصد معا، وافرح بعملك معايا، اختبر قوتك، مدام انت عايز ترقيني، مدام بتقولي تعالى انا كمان هاجي وراك واسيب كل حاجة واتبعك. دي نقطة مهمة جدا لازم نحرص منها، لما ربنا يدينا ويفتح علينا بقى خيرات مادية، مش معنى كده ان احنا نتشغل عنه، مش بيدينا الحاجات دي علشان نتشغل فيها ويضيع عمرنا فيها، ده بيديها لنا عشان يقولنا شايفين هذه كلها تزاد لكم، ادوا من الخير اللي انا بديه لكم، واوعوا تتشغلوا عن ملكوت الله، اوعوا تتشغلوا عن حياتكم الابدية، ده انا بديكم علشان اقول لكم ركزوا بقى في الحياة الابدية، شايفين اديني بديكم كل حاجة، فركزوا اكتر في الحياة الابدية. مش معنى كده ان الانسان ما يركزش في شغله، لان ده وزنة هيدفع عنها حساب، لكن ما يغرقش في شغله، يركز في عمله علشان ينتج ويكون انسان ناجح،
لكن ما يغرقش في العمل ده ويضيع منه الحياة الأبدية. مشغول المسيح يدعو للعرس يقول له أصلي معلش اشتريت حق، اشتريت حق له أنا ذاهب لأنظره، أو اشتريت شوية ممتلكات وأنا رايح لها، وأنا اتشغلت في كذا وأنا اتشغلت في كذا. ينفع؟ ده المسيح بيدعونا لعرسه، بيدعونا للفرح الأبدي، بيدينا الأمور المادية علشان يقول لنا ما تشيلوش هم واوعوا تطلبوا الأمور المادية. أنا عجبني قوي بطرس الرسول إنه مسك في الإيد اللي بتدي، مش مسك في العطايا، مسك في الإيد السخية، الإيد القوية، الإيد الغنية اللي بتدي، ومسك فيها ومرضاش يسيبها، ومرضاش يمسك في الشبك ولا السمك ولا المراكب، مرضاش يمسك في الأمور المادية وسابها ليها ناسها تتشغل فيها. لكن أنا هطلب أولا ملكوت الله وبره. وولاد ربنا أحيانا كده ما ينتبهوش، لما ربنا يديهم كتير يتشغلوا في العطايا اللي خدوها وينسوا الإيد الحلوة اللي بتمسك، اللي بتمسك يمينهم واللي بتمسح دموعهم واللي بتقود خطواتهم، والإيد اللي يتسندوا عليها والإيد اللي يتقووا بيها. البداية الحلوة دي لبطرس الرسول كانت بداية انطلاق، بداية توبة. أول ما شاف محبة ربنا الغنية قال له ربنا افتكرت ده أنا خاطي ما استاهلش. فعلا لما ربنا يدينا كده ويفرحنا كده نقول له على طول نبص لنفسنا نقول له يا رب طب واحنا نستاهل؟ لا يا رب احنا خطاة، نفسنا بقى نبتدي معاك بداية جديدة، نفسنا يا رب نبتدي بتوبة حقيقية، نترك خلفنا كل أمور العالم، نترك من قلبنا كل هم وكل انشغال مادي، كل شهوة رديئة، كل أمور ما تستاهلش كنا نديها اهتماماتنا، نترك كل شيء ونتبعك. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.